ما تخلونا مع بعض كده نشوف مقادير المكرونه بالوايت صوص او بالبشاميل او بالكريمه، دي المسميات، ولكن المسمى العلمي ليها في بعض المطاعم مكرونه بالوايت صوص. مكرونه بينا في طريقها ان هي تتسلق، دقيق وحليب زبده ده اساسي وزعتر. سلق المكرونه فيه فن، فيه فن، وما زلت اقول فيه فن، لان ممكن المكرونه البنه دي معاك تتسلق وتتكسر ويبقى شكلها وحش على السفره. احافظ على شكلها ازاي وتاخد طعم الوايت صوص ازاي، تاخد صوص الطماطم ازاي، تاخد طعم الجبنه ازاي، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. المكرونه معانا، تعالوا نعمل الطشه. تسمح لي اسلق المكرونه؟ هو ده، نحطها في الميه مع شويه زيت تعلمنا كده وشويه ملح. طالما حطيتي ملح يا امي يا خالتي يا عمتي يا ست الكل يا امرايا، ما تحطيش ملح في الوايت صوص كتير، يبقى تعملي كنترول هنا لان المكرونه هنا ملح. حلو الكلام، الحاجات دي مهمه جدا. سيبها كده تستوي، شويه الميه الحلوين دول زي الفل. تعالوا نعمل الوايت صوص بتاع المكرونه مع بعض لان المكرونه في طريقها للسوى. حلو قوي. اي وايت صوص له قوام، ولكن القوام حسب التبعيه. حلو قوي الكلام ده، ما فهمناش حاجه. يعني ايه حسب التبعيه؟ يعني بتعملي وايت صوص لخضار يبقى تقيل شويه الوايت صوص، بتعملي وايت صوص لباستا يبقى خفيف الوايت صوص. هي دي النظريه اللي عايز اطبقها. حلو الكلام. معلقتين زيت مكعبين من الزبده. حلو قوي. ومعايا مضرب خفيف القوام وشويه دقيق حلوين ونقلب. الله، كانك بتعملي عصيده. الدقيق يشرب السمنه او الزبده مع شويه الزعتر الحلوين. الزعتر هنا مش هيديني الطعم اللي انا عايزه. قام احط مكعب زبده على الزعتر كده، شفت التركه دي، وسيبيها شويه. بصي بصي، دي اقل من الفيمتو ثانيه بس بتدي طعم. شفت التركايه ايه؟ حطيت الزعتر وعليه مكعب زبده، يفرق الموضوع. تحمير الزعتر جوه الدقيق حاجه وتحمير الزعتر داخل الزبده حاجه. المغازه قال ايه؟ سمعتكم، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. نمسح البوتاجاز بتاعنا عشان المخرج ده يرضى علينا ونروق الدنيا زي الفل. بدات اشم ريحه الزعتر للامانه والله العظيم. معانا حليب ومعانا المضرب الجميل بتاعنا. ايه الاخبار؟ هو ده. هو ده. ننزل بالحليب على مراحل. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده هو ده هو ده. احنا بنعمل ايه؟ مكرونه. مكرونه يبقى الوايت صوص عدي هنا خفيف مش تقيل. اللهم صل على النبي. هو ده. هنستعين بحاجه هنا لطيفه، شويه بوكي جارنيه من الشوربه اللي عندي، يبقى في طعم. خلي بالك، عندك شوربه لحمه حطيها، عندك شوربه فراخ حطيها. شفت الجو ده كده. الجبنه نحطها. يا ويلي يا هو ده. ونقلب. ده وايت صوص لطيف وجميل. حاطين ملح مع سلق المكرونه، نحط شويه ملح هنا. يا باشا، وادي الفلفل الاسود. انا مش بحب الفلفل الابيض مع الوايت صوص، واسيبه كده ياخد غلوه على النار، وابص عليه وهو بياخد غلوه على النار، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. المكرونه بتاعتنا اخبارها ايه؟ اهي اهي اهي. بص على المكرونه، بص على المكرونه هتنزل فين، بص على المكرونه هتنزل فين. صلي على هو ده هو ده. مكرونه بالوايت صوص في اقل من الفيمتو ثانيه. خلصت. نغذيها نغذيها بايه يا عم الشيف؟ بشويه بوكي جارنيه من عندي. فينتو. حاضر. الفينتو ده بيتشرب فينتو ثانيه. حلو الكلام. نقلب كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ خلصت المكرونه يا عم الشيف. فيها طعم الجبنه؟
نوع الجبنه ايه؟ اختياري بقى. عايزاها موزاريلا؟ اهلا وسهلا. عايزاها بارميزان؟ اهلا وسهلا. عايزاها شيدر؟ اهلا وسهلا. الله، اللهم صل على النبي. اهي نغرف المكرونه بتاعتنا زي الفل. حاضر، اوريك الطاجن دلوقتي، بياخد وقته. المكرونه بتاعتي جاهزه. اختياري، البقدونس اختياري، بس انا مش عايز احط بقدونس للامانه، اجرنش بيه الطبق. انا حاطط زعتر. حلو. الله الله الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. شويه مكرونه ما خدوش وقت. فوم طعم الجبنه، فوم تعب شوربه الخضار، البوكي جارني، جرنش بتاعي، شويه بقدونس. لا، ما ينفعش الشبت هنا خالص. الشبت لو فيها جمبري أزأز جمبري. حلو الكلام. الشبت في حاله لما انا احط عليها جمبري. الوايت صوص هنا لازم. We'll be right back.